السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل نفق في برنامج الريفت. طيب خلينا اول حاجه ندخل على ليفل 1، وطبعا هروح اقول له اعمل لي التوبو سيرفيس اللي هشتغل عليها. بيقول لي رساله ان التوبو سيرفيس مش ظاهر في اللوحه ديت، فاقول له في في واقول له التوبوغرافي اظهره لي بالشكل دوت. طيب اقول له ظبط لي اليونت، خليها على الميتر. اوكي. طيب خلي ده على ارتفاع زيرو، اهو 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 تمام. وبعد كده اقول مثلا 4 متر او 5 متر او 6 متر زي ما تحب. تمام. طيب الحتة دي مش ظاهرة ليه؟ لازم تروح هنا الفيو رينج وتقول له خلي ده لانليمتد وخلي ده مثلا 5 متر مثلا. اوكي فيظهر معاك بالشكل دوت. طيب انا افترض ان النفق بتاعي ماشي كده وداخل جوه ورجع تاني. تمام. يعني هو حتى لو عملنا واحدة بس كفاية، بس عشان نتعلم هنخليه يدخل ويرجع تاني. طيب خلينا نقول من انوتيت هرسم بس خط افهم منه وادرس منه المسار بتاعي اهو. طبعا بيبقى فيه انحناء اهوت. بالشكل دوت. وبعد كده هقول له اوفست بمقدار ماشي 5 متر. هاجي كده واروح دايس تاب يرسمهم لي بالشكل دوت. تمام. ممكن تغير الزاوية لو انت حابب. ممكن تقول له انا عايز من انوتيت بالشكل ده. اوكي. طيب بعد كده هقول له ان انا عايز اخد من المسجد سايت، هقول له انا عايز دلوقتي سبليت سيرفيس وهبدأ اعلم على المنطقة دي كلها بالتاب. اروح سحب كده. طيب انا عايز برضو ابين ان في جزء كده معين هيتاكل من المنطقة ديت، او في جزء معين انا مش عايزه، فهقول له ان انا عايز على شكل اليبس او قوس كده مثلا اهو، حاجة بالشكل دوت. تمام. او ممكن ترسم اليبس بالمقاس بتاعه دي اي من هنا لهنا كام؟ 6 متر 5 متر. طيب اقول له ان انا عايز ارسم هنا 5 متر. بالشكل دوت. ام في. اقول له طال الحتة ديت. طالع من هنا لهنا ومن هنا لهنا يظهر معايا بالشكل ده. برضه نفس الكلام من الناحية التانية. تعال نشوف 3D هيظهر معايا بالشكل دوت. اقول له اوكي. هاخد الجزء اللي فوق دوت موف مثلا مقاس 40 مثلا. وبعد كده هرجع تاني لليفل 1 واقول له ان انا عايز ارسم باد مثلا سايت. انا عايز ارسم بيلدينج باد ده هرسمه على ليفل 1 وهبدأ اقول له ان انا عايز ارسم بالشكل دوت اهو. بقى موجود النفق بالشكل دوت. تقدر تعمل لوك ثرو عشان تتأكد منه. طيب ممكن برضو ترسم جزء كده في النفق شغل إضافي يعني.
اقول له اعمل لي سيكشن هنا. دلوقتي طيب لو احنا عايزين نرسم زي تكملة للنفق كده، فانا هاجي هنا من اركتكشر واقول له ان انا عايز اعمل كومبوننت موديل ان بليس، واختار وول مثلا. اوكي، وهرسم هنا ريفرنس بلان عشان يساعدني، واسميه ايه مثلا. تمام، وبعد كده اقول له كرييت واقول له اكستروشن، واقول له ان انا عايز ارسم مثلا في سكشن اهوت، واقول له سيت اظبطه لي على ريفرنس بلان ايه. اوكي طيب، وممكن بقى اقول له ايه، ان انا عايز ارسم بالشكل دوت اهو. عايزين نرسم بقى الاليبس دوت. بالشكل دوت، وبعد كده هقول له اعمل قطع للشكل ده واوفست. واقول له تريم من ده لده. وبعد كده اقول له ده نكمل مع دوت، وده نكمل مع دوت بالشكل دوت اهو. وخلينا اقول له موافق، هيقول لي في مشكلة، في خط اتنسى اهوت. اقول له اوكي، تعالى بقى نشوف 3D ده هيكمل كده، وده هيبقى مدخل نفق كده بالشكل دوت، ونقدر ناخده كده كوبي. من هنا لهنا وعشان نحسن الشكل شوية، ممكن اجي هنا اقول له اعمل لي سكشن بوكس، واقول له السكشن بوكس دوت يقف لحد هنا ويقف لحد هنا، يبدأ هو يكون بقى يعمل التكملة ديت.